وبشر ان الفيصل خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف منها امير البلد، وتاهل جابها الله ومنتم خاسرين. تدري ان الفوز بمصافحة ابو فهد، هيا عينك يا فهد يرضي الوالدين، يوم جت امه وقال اضطربتك يا فهد، يوم جت امه وقال اضطربتك يا فهد. خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، والتاهل جابها الله وما انتم خاسرين. تدري ان الفوز بمصافحة ابو فهد، خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد. هيا عينك يا فهد يا رضي الوالدين، يوم جت امه وقالت طلبتك يا فهد، قال والله انك انت علي تامرين، قالت تجلس مسند الفيصلي سنه بعد، قال خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، والتاهل جابها الله وما انتم خاسرين. تدري ان الفوز بمصافحة ابو فهد، خلفها الحصن الحصين، خلفها اعضاء الشرف من اوامر البلد، وابشر ان الفيصلي خلفها الحصن الحصين، خلفها